عودة لمتابعة آخر قسم من أنت أدى ويومياً بطل ضيف، مثل ما قلنا بنعتبره من أهل البيت. كيف لما بنقول عن ضيف بيعشق الفن بصوته شجن وحزن وآهات، إن كان للي بيحبوا الطرب أو أيضاً للمحتاجين، قدر بصوته يجير فنه لحتى يطربنا يسعدنا بمستوى راق من الكلمة والإحساس واللحن، وبنفس الوقت ما ننسى أبداً المجتمع والإنسان والقضايا الاجتماعية لحتى ينقلها أيضاً إن كان بفيديو كليبس أو بأغنياته. رضا أهلا وسهلا فيك. مرسي لألك. بدايةً أنا سعيد جداً بلقائك، يعني بعرف أنت مش كتير يعني مقل بإطلالتك الإعلامية، بس لما بنقول أنت أدى ما فينا ما نقول رضا أدى. أدى من عام 2000 لما بلش يعني مسيرته، 2003 عاد وكمان انضم لشركة روتانا ومن بعدها سياسة السنجل، برصيدك حوالي تقريباً يعني اليوم 7 ألبومز وعدد كتير كبير من السنجلز، 12 سنجل و30 ميوزك فيديو وفيديو كليب. ما فينا نقول أنك منك أدى، لا أدى وقدود. يعني اول شيء خلينا نقول رمضان كريم طبعا، بيشوفونا وبرنامجك مهضوم كثير والله يوفقك يا رب، وميرسي للام تي في دائما، انا بشكرها لانه كمان بتحالي من اهل البيت. الفن كان وما زال بحياتي انا الشيء الاول مزبوط، وبعدني عم اقدم وبعدني ما قدمت شيء من اللي غيري قدموه. يعني بصراحه اليوم السياحه الفنيه كثير كبيره ودائما بدك تجي، دائما بدك تقدم اعمال لحتى ما تغيب عن الشاشه. بقول انا يلي قدمته كتر خير الله منيح، انا راضي، يعني عندي قنوع انا بالشيء اللي قدمته، بس بعد بينقصني كثير شيء. وين بتحس حالك في قصص ناقصتك بعد ما قدمت؟ اللهجه الخليجيه اليوم مع وليد الهاجري الفنان العراقي، ادم وجهه تحيه، عملته ديو موجود اليوم كمان بالاسواق وناجح. المصري غنيت برعت فيه، اللبناني غنيت برعت فيه، والخليج اليوم ما شاء الله. ايه ما شاء الله دائما ودوما. شو بعد ناقصه؟ ديو يمكن تاني او مش لا، وعملت ديو انا ورجاء، كانت فنانه مغربيه مزبوط. مش ناقصني شيء، انا صوت بكل تواضع، وجيت كل الـ 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 كل الـ اللهجات، كل اللهجات، ما بخاف لانه عندي حنجره بقدر انا اتحكم صوتك فيها. صوتي منه شعبي جبلي، لا يقتني الحنكة الطربية، لا صوتي جبلي. مدرستي أنا أنتمي إلى مدرسة جورج وسوف بصراحة، أنا ما بنكر، ما فيني، لأنه نحن بيلبق لنا الطرب، بيلبق لنا الشعبي، بيلبق لنا الكلاسيك، بيلبق لنا أي شيء بتغني المصري، لأنه في كتير فنانين لبنانيين كتير أصوات رائعة وصوتها أصوات قوية جدا، بس ما بيطلع بيدهم يغنوا مصري لأنه في الرومانسية العالية اللي بتروح للطرب، له خصوصيته حتى اللون المصري. لكن أنا بعد في الخليجي البيور، يعني اليوم فينا نقول يمكن هيدي مغربي ما قدمته، بدي أقدم، يعني في بدي أعمل تجربة، ليش لا؟ الفنان على طول بيقولوا ما عنده طموح، ما بيكتفي، بيضل بده المزيد، بيضل بده يقدم الأحسن. بحر الفن واسع، كبير كثير، الفن ما له نهاية، عرفت؟ هي ثقافة، فينا نقول الفن ثقافة وثقافة كل بلد، فإذا بدك تغني مصري بده يكون تكون متبع للثقافة وتشبعت المصرية. من هالثقافة وهي غنية كتير، بلاد الغرب مثلا تونس والمغرب والجزائر، بدك تكون فيهم اللكنة. ما تنسى كمان الفنان لازم يكون مثقف طبعا باللغة العربية لحتى يقدر يحبك اللكنة مظبوط، وحتى يتقن اللهجة بطريقة مظبوطة، وكل لهجة إلى خصوصيتها. على ذكر تحديدا سلطان الطرب جورج وسوف، وجهله تحية والله يطول بعمره وبصحته على طول. ولأنك قلت شغلة كثير مهمة، قليل يمكن بحبوا يتجنبوا يقولوا، لأنه أنت بالسابق في كثير من الأقلام الصحفية يمكن كانت عم تصطاد بالمي العكرة أو ببداية مشوارها، كانوا عم بيقولوا إنه اليوم رضا عم بيقلد جورج وسوف. وين المشكلة؟ في كثير ناس غنوا لوردة وغنوا لأم كلثوم وغنوا لعبد الحليم، وصوف مدرسي اثبت لكل الناس انه غاب صار له فتره عن السياحه الفنيه، ما عم بيقدم اعمال، لكن ما زال الفن عايش فينا، واذا بس نسمعه بنحس انه نحن بحاكي مشاعرنا من هيك، يعني ما لا هيدا شيء. انت اصلا نفيته ومسيرتك اظهرت هذا الموضوع، لكن انا وتبين انه عندك خصوصيتك، اسمك رضا، انت اليوم موجود وصوتك يعني واغنيتك بتحكي عنك. انا برضه طبعا تيجي هلا بتلاقي مثلا بالموسيقى اللي بقدمها انا بالاستديو، انا بحاول اني اقرب الاشياء مش تشبه بعضها، لكن تكون مترابطه الى حد ما، تشبه رضا شخصيتك اللي هي كونت الفن رضا. رضا احنا حنكفي بحديثنا معك، وهلا عوده لاتصالات المشتركين اللي كمان كتار وبحبوا يشاركوا بهذه الفقره، لانه بالاخص بيكون عندنا نجوم لحتى يساعدون. الو الو، بونجور. بونجور صعبه، بونسوار بتزبط، بونسوار الحمد لله بالف خير، شو اخبارك؟ مين معي؟
معك رشال خوري. رشال رضا اليوم معنا باستوديو وحيساعدك لتكوني قدها. يلا اوكي. يلا رشال شو رشال؟ رقم 4. رشال كليب ورا كليب رح نشوف 3 فيديو كليب، عليك تعرفي اسم الاغنيه واسم الفنان. انت قد يا رشال رضا بتتابع؟ اكيد قد. انا بعرف رضا صريح وبيتابع وبيقول القصص اللي بتعجبه واللي ما بتعجبه. يلا بنشوف سوا كليب ورا كليب. الاغنى يا حبيبي يا حياتي فرقونا اجت عليا دنيتي قاعد اسلي وحدتي والوحده بكتني ايام والشهور وسنين بتدور يا ما ليالي نسيني وانا ما زعل. شو رشال؟ اوكي اول وحده دومينيك حرانه. انسي كف الثانيه. اوكي الثانيه يمكن ماجد المهندس شي هيك. انسي اللعبه. انسى اللعبة. انسى اللعبة. حرام. ما بنساعد اذا بلشت باول وحدة غلط، طب انها الثانية بتزبط، الثالثة ولا ممكن بعد حيكون في كارثة يمكن. لا اكيد. للأسف يا رشال ما كنت قد من كفى بتلقي الاتصالات. رضا شو رأيك نشوفك هيك مذيع وتقول الو؟ الو؟ أنا مش شاطر كثير بس. يلا بتجربة. الو. الو مصار. أهلا. معك إلي. أهلا إلي. شو اخبارك؟ كتر خير الله. شو؟ صوتك من الاصوات اللي بنحبها كثير. تسلم، قد اليوم؟ ايه اكيد باذن الله قد. كفي يا محمد. يلا. يلا الي حنرجع نشوف سوا كليب ورا كليب، عندك هيك اجابات؟ شو الي؟ مش كثير. يلا بنسمعهم بعد مرة وباخذ اجابتك، يلا الي. عليا دنيتي والفرقة هدتني قاعد أسلي وحدتي والوحدة بكتني أيام والشهور وسنين بتدور يا ما ليالي نسيني وأنا ما زعلت. شو إجابتك؟ يلا هينين. الأخير نقولها القصة. نقولها القصة ما تغيرت مزبوط. ساموزين تاني. من البقاع. من البقاع. فنان بيقعد كمان بالكتير وصوته جدا مميز. شو عندك فكرة رضا تساعده؟ ساعده معنا. يلا ساعده. نادر. نادر الأتات، هيدي إجابة رضا. نادر الأتات. يلا أول أغنية. نادر أنت خلي كفي الأتات. أنا حتى ساعده حتى يطلع الأغنية يقولها يلا. بعد في أول أغنية. سهلة. يلا شو؟ ما بعرفها ولو؟ طيب هعطيك احتمالين. بما انه ذكرت اول متصلة دومينيك حوراني حنقول دومينيك حوراني او ليال عبود. ليال عبود. انت قدها مزبوط، ما بعيش اغنيتها. الف مبروك لك كيسر، بتقدم لك جايزة قيمة. يعني حاولنا نساعد. رضا لما اليوم بنحكي على شو بينقصوا الفنان، بعتقد انت ايضا اليوم حكيت عن مواضيع كثيره منها بينقصوا الاستقرار بالعالم العربي. هذا حتى الاستقرار بالبيت، ما بالك بدوله او ببلد طويل عريض. اكيد تاثرت انت بمصر، عندك جمهور كثير كبير وتحيه كثير كبيره من كل اهالي مصر اللي فعلا بحبوك وقدمت لهم اغنيات رائعه. انت قدمت للعالم العربي على كل، بس بمصر بتعتقد يعني حتى ما عندك خصوصيه لهم. يعني بدك تعتبر من عد العمر لا ودعتني لا نسيت النوم البوم تبع عد العمر كيف بتقولها؟ شعر تحنى بريق الماس. يلا لاخر البوم عايشين، وكان في مجموعه كثير كبيره من الاعمال. يعني انا قدمت ما بنكر، يعني قدمت الأغنية المصرية بطريقة مصرية. يعني مزبوط، يعني حكيت الشعب المصري فيها بالضبط، وفتت على الـ يعني الأشياء اللي يعني اللي بالشارع الشعبية فينا نقول بالضبط. كيف بتحيي اليوم كل متابعينا بمصر بصوتك غناء؟ بصوتي أنا ولو صوتك لازم هلا. أنت صوتك أنت قدم الصوت. بقول
في ناس شافتني وحبتني وناس نسيتها افتكرتني وناس عشان نسيت الناس بالشدة بعدت وسابتني لسه الحياة مش عارفاني أمشي لها واقف بمكاني جايز خدتني وودتني لا بعدت عنها ولا سابتني بس السؤال اللي حير عشت الحياة ولا عاشتني رضا عشت الحياة ولا هي اللي عاشتك؟ لا عايشة أنا الحمد لله رب العالمين. أنت أدى أكيد حنعيد هيك لأجواء أنت أدى مع هايد بارك. إجمالا عندنا موقع هايد بارك بنعطيهم موضوع للمتصلين اللي ما عم بعلق معهم الخط لحتى يصوروا فيديو. امبارح الموضوع اللي طرحناه هو لوجو أنت أدى وين بياخذهم بيصوروه بحملوه على hydepark.tv/mtvlebanon. منشوف سوا بالمركز الثالث. يلا لكن نادر نجم قدر يحصل 49 ألف فيوز. شكرا لك على هالكمان الفيديو اللي حمله على hydepark.tv. حكينا على عايشين آخر ألبوم اللي أصدرته وبنفس الوقت يعني أيضا مثل ما حكينا عن الأوضاع اللي كمان موجودة بعالمنا العربي أثرت عليه من بعد اتبعت سياسة السنجل. من بعدها عملت غربة الأديان. مظبوط. أغنية كتير حلوة كتير حبيتها أنا وكتير غنيتها بطريقة كانت يعني كانت تشبهني أنا لأنه وصلنا لمرحلة صرنا ننسال أنت شو دينك شو طيفتك كمان للأسف مزبوط وبالنهاية نحن كليتنا خلية رب العالمين وصلنا لمطرح يعني ما بقى في كفي فن لجيل السياسي ما بيزبط بده يكون فن بده هدوء بده حالة أمنية مستقرة لحتى الناس تسمع لأنه أنت فيني اقول لك من يعني من رفاهيات الانسان الاخيره يعني منك انت منك من رفاهيه المشوار ولا السهره انت من رفاهيه انه السمع والريلاكس بده يكون بالك مرتاح والكلام الحلو والشجن وعملنا رجعنا كمان ديو مواليد العراقي الحين على العراقي وكلمات فراس الحبيب كانت اغنيه توزيع طوني سابا كانت اغنيه كثير حلوه وكانت تجربه جديده لي انا نجحت فيها طبعا بحكيك صراحه انا حبيت احساسي وين راح حبيت وكمان ما ننسى الهجر كان صوته رائع وليد. جدا تشابهوا الاثنين الصوتين بسكه واحده وباللون العراقي بده شجن بده احساس وهذا الشيء انت بتفهم فيه بده حزن هذا يعني يعني اذا بدي اقول لك عايشين كانوا يقولوا انه البوم الحزن هالقد اثرت فيهم كان في اصعب ايام حياتي مزبوط. بالالبوم من الاغاني اللي صدقني هلا ومن فترة كمان أول ما نزلت الأغنية كل العالم بيحكوني على الأغنية مع إنه صورتها بطريقة مهضومة بأمريكا وكان بنفس الألبوم في أغاني كتير ما تصورت في شكله بياعها أديني مشيت يعني العشرة ما بتهونش قلب البلد في كتير أغاني في أغنية لبنية اسمها الله بيعود نزار فرانسيس وسمير الصغير مزبوط. كان في مجموعة بالألبوم لكن أنا بحس إنه يعني نبت صوتك خامت صوتك هي بتروح على الحزن بتروح على الاشياء اللي فيها شجن ومش سهل الواحد انه يقدر كمان يعبر عن احاسيس العالم العربي حنرجع على هايد بارك وتوب 2 رضا نشوف مين احتل المركز الثاني هبة شيخة 52 ألف فيوز وبلاس 1 مع رضا حبيتها أيه. يعني اشتغلت عليها اخذتك على فالنتاين حلو عرضني أجواء شهر شباط حنعود بهايد بارك لتوب 1 بس كيف هلأ هلأ نشوف المركز الأول قدر يحصد حوالي 56 ألف فيوز رضا وموضوع بكرة رح بيكون المسحاراتي أو المطبل الطبي اللي منعرفه إجبالا بيفيق الناس لحتى يتسحروا نمبر 1 هايد بارك جوية قيمة بانتظاركم كلهم لألكم مجرد مسؤول
اجابتكم صحيحة. اتصلوا لعبوا واربحوا مع محمد قيس. ان شاء الله عطول ينعاد عليكم بالخير والبركة. انت أدى إلى شهر رمضان الكريم الساعة 6 على الانتي. مشروع مخرج هاني 56 ألف فيوز جايزة تقدمة عب الطحان. ألف مبروك رضا. حنعود لأجواء أنت أدى وأجواء الربح والاتصالات. قول ألو. 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 أهلين. مين؟ بونسوار. بونسوارين. مين معنا؟ كيفك؟ يا أهلين. معك ريما. أهلا ريما. منين عم تحكي؟ عم بحكي كان مزرعة. يا اهلا معك محمد تفضل. كل عام وانت بخير يا ريما. يلا نقي رقم على السريع لحتى نربح. ينعاد عليكم. وعليك. يلا ريما شو بتنقي؟ رقم 11. رقم 11. غنية ورا غنية. انت قد يا ريما؟ قد. يلا نسمع اول غنية. شو رضا؟ مش لرضا عبد الله هي؟ لرضا. لا مش عبد الله. رضا. رضا. رضا غنى اللهجة العراقية بس هلا هي غنيته بتقول أنا بتعلم منك. شو؟ طيب إيه؟ إيه أم لا؟ ايه ايه. يلا تاني غنية اسرع يا ريما. يلا بدك تبقى فيك بدك تمشي فيك. ريما ما عم تسمع عربي شكلها. نانسي عجرم. بدك تمشي فيك. مزبوط. تالت اغنية. تبين وردني وردي ولا حتى علمي كفيت شو بعمل لك هيدا وطن. ايمن حبيب. شو اسم الغنية؟ اسمها بدك تقولي لي انت هالمرة. انت ما في ساعدني استاذ عبد الله. استاذ عبد الله مش معنا. استاذ رضا معنا. شو بعمل لك؟ شو بعمل لك؟ يلا اخر اغنية. عمرو دياب. اسم الاغنية. ولا انا اليمين. يعني انا اليمين يعني. هو مين حبيبي؟ ساعدك رضا. معته. كله إلا مين؟ كله إلا مين حبيبي؟ كله إلا حبيبي. كله إلا مين حبيبي؟ ما بتركب على لحد. مين حبيبي؟ كله إلا حبيبي. يلا أو أنا لي مين؟ ما إلا إياها. قطعت. مبروك. شكرا. ثلاث فور جايزتك. ألف مبروك لك ورمضان كريم بهالشهر الفضيل. المبدأ هو أنه يربحوا المتصلين اليوم. رضا من بعد هالسنجل وديو مع وليد الهاجري في أغنية لبنانية عم تتحضر. ما حنحكي كثير عنها بس امتى عم تفكر تطلقها؟ اغنية والله. بس بعد عيد الفطر حيكون في اصدار اغنية؟ ان شاء الله على العيد او بعده بكم يوم. في كذا كذا مشروع وهلا بكره مثلا عندي صوت عندي كذا شغلة ما بدي اعلن عنهم ما يكونوا بالوقت والزمن والمناسب يكون حتى نقدر نكون صادقين بالشيء اللي رح نقدمه. بس لكن في كثير انا بجعبتي مجموعة من الاغاني موجودة شيء حاطط صوت عليه شيء مش يعني انا كان مشروع البوم صراحة لكن هلا انا نظرا للاوضاع اللي عم بصراحه على عيد وين رح يلتقوا فيك جمهور العالم؟ انا حكون ببيروت بكواليس ستار محل كثير جديد بالاشرفيه. هذا المحل حغني فيه انا ومعي مدلين مطر. موجه له تحيه. ان شاء الله نلاقي الناس تحت بنشوف الناس تحت اكيد لك حيكونوا على الموعد معك رضا. شكرا لحضورك. ميرسي لك. ميرسي لمالك. مالك اكيد له تحيه خاصه صديق مشترك بيني وبين رضا. بالضبط. وانا تشرفت بمعرفتك وايضا اخ مشترك هذه لا شك فيها. ورضا انت مثل بقول اضافه ان كانوا قالوا لك بحزن او شجن هو اللي سمعت مش مين مكان بيقدر يتمتع فيه وقدرت توصل لقلوب العدد كتير كبير من العرب والمغتربين. بوجه لك تحيه كتير كبيره. انت قد رمضان كريم للجميع. ميرسي لكم ان شاء الله. اكيد ميرسي. اما انتم مشاهدينا فما تنسوا تكونوا على الموعد بكره مفاجاه جديده بانت قد. خليكم على ام تي في.